avant de tout un homme de la Confédération africaine d'handball, un homme du président Remo. Je veux remercier le Ali باسم رئيس الاتحاد الافريقي وباسم رئيس الاتحاد الانجولي. مبدئيا بيقول ان بيحب يشكر النادي الاهلي على التنظيم الرائع للبطوله، كل شيء مؤهل لان البطوله ناجحه. اتكلم مبدئيا بيقول عن الاستقبال، الاقامه والاعاشه بالنسبه للاعبات واللاعبين، بالنسبه للصالات بيتكلم عن صاله واحد وصاله اثنين، وبيقول صالتين رائعين لاستقبال البطوله. فاحنا لازم بيقول لازم نشكر النادي الاهلي على هذا التنظيم الحافل اللي بتاهله ان احنا نقدر نقول النادي الاهلي هو سيد الكره الافريقيه في افريقيا. لا فينال فيمينا بيتكلم عن مباراه السيدات وبيقول طبعا اللي عاجبه ان الفريق الكاميروني عالي وعمل بشكل كويس جدا. بالنسبه للرجال ده بيقول هي دي مصر وطبيعتها ان دايما الاهلي او الزمالك هم اللي في البطولات وهو في النهائي.